الدرج كله راح وفتحنا الباب ما لقيناش درج للأسف يعني، وربنا اللي ستر يعني الحمد لله. وجدناه في حيرة من أمره وهو ينزل أثاث منزله بمساعدة رفاقه، فهذا الحبل هو أفضل طريقة متاحة. حاولنا الصعود له لنستمع منه أين وجهته بعد قرار إزالة منزله المهدد بالسقوط بفعل الغارات الإسرائيلية على محيط منزله، لكن لم نتمكن بسبب تدمير السلم، فاستمعنا له من شرفة نافذته. طبعا أنا بنزل بالطريقة هذه والشباب بنزلوا لي قاعدين من الشباك وبالإحبال وبالبهدلة هذه وبالأسلوب الخطير جدا، لأنه الحمد لله طبعا لا في درج ولا في بيت درج ولا في أي وسيلة تانية ننزل فيها، مع أنه إحنا في قلب البيت والبيت خطير جدا وممكن في أي لحظة يقع فينا. ذكريات يا أخي بكفي يعني إيش بدي أحكي لك. خمس بنايات جديدة اتخذ قرار بإزالتها في شارع الوحدة في مدينة غزة بسبب تضررها بفعل القصف، فيما سويت أربع بنايات أخرى سويت بالأرض بعد ارتكاب مجازر بحق قاطنيها. أحد هذه المباني الآيلة للسقوط يقطن فيها ما يقرب من 40 طفل يتامى، فجأة باتوا مشردين دون مأوى مع من كان الحاضن لهم. أنا اليوم ساكن وعايش في دمار في خربان ديار هذا، بعد ما الواحد كان آمن في بيته صار مشرد يعني مش عارف وين يروح يعني. صراحة يعني العفش هذا البيت يعني ذكريات البني آدم من يوم ما انخلقت، حياتي كله تعب عمري كله حاطه في هذا البيت. رحل سكان هذه المنازل وبقيت هذه الوردة مغروسة بين جدرانها، توحي بأن الأمل ما زال موجودا حتى وإن على صوت القصف والدمار. أيام قليلة وستزال هذه المباني السكنية من هنا بعد أن كانت تشكل مصدر الأمان للسكان، أمان بدده الاحتلال بصواريخه التي قتلت معالم كل شيء. محمد الدعور، الغد، غزة، فلسطين.